السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين الدوري السعودي المحترفين مع بداية الجولة العاشرة من الدوري اليوم الخميس 28/10/2021 و28 أكتوبر 2021. متابعين الكرام، اليوم كان عندنا مباراتين. الاتحاد قدر يفوز على الحزم على ملعب الحزم 1-0، أحرز هدف الاتحاد البيشي في الدقيقة 59، عبد العزيز البيشي. متابعين الكرام، الشباب فاز على الطائي 3-0، احرز اهداف كارلوس ايفريليو في الدقيقه 3، اوديون ايغالو في الدقيقه 23، حسين المنصور في الدقيقه 62. بكره باذن الله تعالى اكثر مباراه، توقع لي مباراه الاهلي امام الرائد. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري ثم ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري حاليا في المركز الاول الاتحاد ب 20 نقطه، الشباب في المركز الثاني ب 18 نقطه، ضمك المركز الثالث ب 18 نقطه، الهلال المركز الرابع ب 15 نقطة، الفيحاء المركز الخامس ب 13 نقطة، النصر المركز السادس ب 12 نقطة، الفتح المركز السابع ب 12 نقطة، الأهلي المركز الثامن ب 11 نقطة، الفيصلي المركز التاسع ب 11 نقطة، الرائد المركز العاشر ب 11 نقطة، الحزم المركز الحادي عشر ب 10 نقاط، الاتفاق المركز الثاني عشر ب 10 نقاط، أبها في المركز الثالث عشر ب 10 نقاط، الباطن المركز الرابع عشر ب 9 نقاط، والطائي المركز الخامس عشر ب7 نقاط، والتعاون المركز السادس عشر والاخير ب4 نقاط. متابعين الكرام، متصدر الهدافين اودين ايغالو لاعب الشباب في المركز الاول ب9 اهداف، في المركز الثاني ايميليو زلا لاعب دمك ب7 اهداف، في المركز الثالث ليندر تومبا لاعب التعاون ب6 اهداف، ورامون لوبيز لاعب الفيحاء، وفي المركز الرابع تاليسكا لاعب النصر ب5 اهداف، وفيدمبي جوميز لاعب الهلال، واجيلو تافريز لاعب الفيصلي، ورومارينو لاعب الاتحاد بعد كده ب5 اهداف اكتر من لاعب. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.